صباح الخير يا صبايا. يا صباح احلى شيء لما بكون في صبايا عم تشتغل بالمطبخ. هيدا احلى شيء والعاني عنا اليوم. اوه ليك 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 شو عم بيصير. لا 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 سوبر والعاني والعان كل المطبخ والعان كل زاوية المطبخ والعان. يا صباح الخير. احلى حاجه الريحه. ايه دايما بقول لهم دايما بقول لهم مش انتوا تشموا شو الوضع؟ طب شو الوضع؟ ليه والعانة هالقد قد ايه بتحبيني؟ بدي لكم سوبرز بس لحظة خليني في الكاميرا وخبركم انه كيكي من كتر حبها فيي وغرامها فيي اليوم قالت لي توني بدو احضر لك 5 ريسبيز لإلك بس ولا جاست كريم. اوكي سوبرز اشاعة. اوكي ما فينا نبدا اكثر من هيك بس الفيديو الجاي على جاست كريس فيه شيء من هيدا الشيء ولازم يتحضر من قبل بوقت فانا بلشت 5 وصفات صحيه رح تعملكم اياها على جاست كريس فانتظروا الفيديو ليش صايره بتعمل مثلي قبل كنيني انه انا اللي بفضح سوبرز عاملي وصفات هي كيكي يعني انباق كيكي صحيه وسويت يعني دايما بتقولوا انه لا الشيء الحلويات مثلا انه تاكلي نصهم محضرة وصفات سويت بدها تعلمكم كيف يعملوها بالريسبيز بالخلطات بالمقادير كثير طيبين سهلين كثير وبس ونقونا على جد. يلا الفيديو اللي جاي سوبرز اوريدي كيكي صار عندها فيديوهين على قناتها كيكي لبست الحجاب على قناتها ضروري تكونوا اشتركتوا بقناة كيكي ومفعلين جرس القناة كرمال كمان اول ما ينزل فيديو دغري يوصلكم اشعارات ونوتيفيكيشن وتدخلوا تشوفوهم واللي جاي كتير قوي هاجمت لا 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 بلاش انا كلي لا هاجمت المايسترو طيب اللي جاي كتير حلو كيف ما فيك تغير كلمة واحدة هاي مضيت لي انا اللي جاي اقوى هيك ها انا اللي انا هيدي فيها باور طيب. انت اللي طيب. جاي مثلا اطيب ايه اللي جاي اطيب لا نحن شو شو طيب طب من الاخر هلا قديه بدك وقت لتجهز كل شيء لانه عندنا فيديو وفي عندنا اليوم شيء كثير حلو لمارفل بعد قديه بدك وقت شي ساعة ساعة ليه طيب خلص اوكي انا رح اروح العب رايح العب رايح تلعب؟ عندي بدي العب عندي جيم بدي العب ساعة روح العب شو بعمل طيب لا فيني اكل وقاعدة واقفة بالمطبخ وانت يا بد مشغولة ما في حتى تصور معي بروح بلعب شو بحط ايدي معك مثلا؟ قولوا لا ما بدي احط ايدي ما بقعد في شيء ما بقعد في شيء عم بدي احط ايدي معي عم بمزح روح العب سوبرز هن والصبايا عم بحضروا جوا الاكل خليني فرجيكم شو عم بلعب انا اخر فترة عم بلعب أرينا أوف فالر سوبرز لعبة أرينا أوف فالر لعبة كتير حلوة يمكن من أجمل لعب المالتي بلاير أونلاين باتل أرينا اللي موجودة فيها 109 هيروز يعني مش ممكن تملوا سوبرز ليكوا الأبطال اللي موجودين ليكوا كم هيرو فيكم تلعبوا فيه فنو واي تملوا دايما في شخصيات جديدة والأكتر من هيك سوبرز الأكتر من هيك شوفوا مين بيلعب باللعبة سوبرز فيكم تختاروا سوبرمان وتلعبوا فيكم تختاروا باتمان فيكم تختاروا وندر وومن فيكم تختاروا كينج ارثر سوبرز ما فيكم تصدقوا قد ايه اوريجينال هيدي اللعبه واللي كتير قوي انه ابتداء من 9 ديسمبر اللعبه رح يصير فيها دعم شامل بالعربي تنسند كتير عم يشتغلوا على الموضوع عم يعملوا سيرفرز للعالم العربي من 9 ديسمبر رح تصير اللعبه فيها سبورت عربي كامل اللعبه بتنلعب 1 فيرسس 1 3 فيرسس 3 و5 فيرسس 5 فاذا حابين سوبرز تجربوا لعبة أرينا أوف فالر رح اترككم رابط بصندوق الوصف سوبرز ادخلوا على الرابط اعملوا داونلود للجيم وجربوها لأنه بعتقد انه كتير رح تستمتعوا فيها وكتير رح تحسوها حلوة وكتير رح تقضوا وقت عليها هلو بابا اوه واو عم تاكل بسكويت ماما طيبين؟ قول كتير طيبين كتير مواصل قول كتير طيبين واو طبعا هلاك هو رجع وقع كل شيء اما من الميل الثاني من الصاله هلو بابا جاي من المدرسه يا حياتي جوعان كثير كثير شو صار؟ جاي وداني بسكويت ايه بلا شفت بلا شفت بلا شو عملت؟ صورته مش انه ما لا صورته شفته صورته كيكي ات واز تو ليت ات واز تو ليت مش ظاهرة من البيت قبل ما نظف لا بدنا نخبره اصلا شو صاير تبع فادي اجى روح لنخبركم شو صاير مارفل بابا طلع حد مارفل طلع حد مارفل نخبركم شو بده يصير اليوم اوكي اليوم بدنا نروح هلا يا بابي يا مارفل بابي مش نحن عاملين سلسلة على القناة انه انت وفادي بتشتغلوا مارفل مش انت لازم تعمل مهنة
وي اكيد انت ما فهمت شيء. اوكي بابا اليوم بدنا نروح على سوبر ماركت وانت بدك تكون الكاسيه يعني الكاشير ليوم كامل. وإذا فهم كلمة واحدة خذوا البطكوني ولا كلمة فهم. أوكي بابا؟ أوكي ياه بدنا ناخذ خيك اليوم بابي قاض على الكاس، شو رأيك؟ كثير حلو. مش حلو؟ كثير. إيه يروح بدنا نحن نشتري أغراض من السوبر ماركت وهو بيحسبنا. أوكي. أوكي؟ بس في شيء اسمه غريب. شو هو؟ ما راح يعرف يقرأ الشعر. في اشياء غريبة اكثر من هيك يا بابي، لا رح يعرف سعر ويمكن يقشطنا الاغراض هو ياكلها اذا شارين شوكولا. نحن عارفين بس انه تجربة وبدنا نعملها، بس نحن عارفين انه في مشكلة. ليلى شو عم تعملي؟ شو صار فجأة؟ طيب يلا شو بدك تعملي؟ بدي نظف البيت. شفتي على شفته انا ضايقني كثير كيف عملي هيك؟ ضايقت ايه كثير انزعجت. شو شو عملت يعني؟ وثقت الاحداث. انا وثقت لك هلا ليك رح ارجع شو بستفيد بعد 10 هلا بنلف الكاميرا ارجع حضرك الفار. هذا حضرك فار شو عامل مشاكل ومصايب؟ لا توني قال لي انه هيمسحه. هجوم نسائي مضاد، هجوم نسائي مضاد. مرحبا سوبر فاميلي، هلو بونجور بونجور. هاي بابا جاهز؟ جاهز للشغل. سوبرز نحن حاليا وصلنا على محل دولسيز. صراحة محل يعني ما فيكم إذا دخلته ما فيكم تخرجوا، ما عنده أشياء. طيب مش لا 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 أشياء بس يعني بس مختص بلد شوكليت، بكل شيء مستورد، بكل شيء اوريجينال. يعني ليك 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 خلص هلا هلا الاولاد فلتوا. بدي اقول لكم عن جد سوبر شو ما بدكم اشياء هيك اشياء طيبه كثير. دولسيز يعني از ذا بيست بليس تو بي. رح اترككم حتى انستغرام دولسيز بصندوق الوصف، ادخلوا شوفوا شو عنده ايتمز، شوفوا بيعمل ديليفري يعني عن جد سوبرز، شوفوا شو عنده اغراض. الاولاد نحن هلا دايما لكم بس نيجي لهون بضيعوا الاولاد. ليك بقى جيب سله. اوكي انا تاني ضايع غير الاولاد. بونجور بلاش يجيب سله. سلتين. انت لا انت مضيع، انت اليوم ايه؟ اوعى حبيبي اوعى. انت اليوم ايه؟ انت بابي هلا انت اليوم عندك شغل بابا. ايه نحن بنجيب شوكولا، انت بتقعد هون ومنحاسب. يلا يا دادي يلا تي ترافاي اجوردي. برافو بابا. يلا يا حبيبي. بونجور مسيو. بونجور. كيفك؟ سافا؟ بليز بدي اشتري هيدي. عم فتش على الايد. شو يا بابي قيسي هيدي اللي عم فتش عليها؟ ساعدوا فيها بعيده. اوه واو برافو. شيلي اعطيه مصاري وصل. يا جوفو دوا مسيو. ما اعطيه قد ما بعطيه 100، اعطيه شو ما كان. اعطيه كثير بيستاهل، يقبرني تعب. يا مسيو. ايه 10 جنيه. اصلا ايه؟ نو كيكي بده يحسبك على الكارت. تكرم عينك. تفضل مسيو. واو. يا حبيبي انت. تفضل مسيو بدي ادفع على الكارت مش حامل. يا عمي كارتي ليه معك؟ لا ده كارتي. بدي اتاكد. حطه مظبوط. واو. وانا سكوتي. شو اللي مظبوط فيه؟ انت ما بتعرفي كيف يحطوا الكارت اصلا ايه؟ انا فطوايل. واو نايس ميرسي. ميرسي. باي. واو. واو. لا انا توقعت كل شيء يصير. انا كمان ما توقعت غير انه يعرف من اول. كل الستبس. كل الستبس. زعلان عنك يا بابي. برافو يا بابا. برافو. بابي انت كثير شاطر. يلا هلا بدنا نجرب. رح استمتع باكل الشوكولا. خليش زبون تاني فادي. هلا انت عبي اكثر هلا خلينا نشوف شو بيعمل. بيكون في كثير اشياء. بابي شو هول كله؟ مين بده يحاسب على عيون؟ مين بده يحاسب على عيون؟ انت شو ده ابن امه؟ ده وزن فادي شوكولات. هيدا وزن هيدا مين بده يحاسب على عيون؟ تعال هون انت. شو هول كلهم؟ هو توني قال لي خذي اللي انت عايزاه. اكيد تاخذي اللي انت عايزاه طبعا. شو يا بابي؟ طب يلا نزلهم يا بابي نزلهم. يلا يا مارفل يلا يا مارفل بلش يا بابي. يلا واو يلا يلا يا مارفل. واحد شو بده؟ روق روق لنشوف بس خلي يحلق. هلا بدي افتح الصندوق. لحظة يا بابي روق. لا بابي بابي كيكي كيكي هيلب كيكي هيلب كيكي هيلب. ايوه برافو. اوكي
ضيع بالمصاري وبين هيدي المصاري ورا يا بابا. شو بدك؟ بده يرجع له. بده يرجع له مصاري. ما عارف لكن ما بعرف ما يعني ما بعرف. مش هو مش عارف حاله شو بده. يلا لا لا بروج اتي مي ايسي. اوه برافو بابا. يلا هون بس هون بس فيها. يلا بابي دان الساك دان الساك افيك ماما. اوه واو شو هيدا يا مارفل؟ كثير بحب باتو. باتو شو باتو؟ باتو شوكولا. اوه سفينه واو. يلا حاسب يا بابي. يلا يلا ميسا باتو شوكولا. باتو شوكولا يامي يامي. ما بتنزل من ايده هلا. لا وما بعتقد بنخلص اليوم. عرفت شو؟ ما بعتقد كثير لازم يشتغل كاشير بمحل شوكولا. لا ايه ايه باد ايديا. باد ايديا كثير يعني باد ايديا. شوكولا موتو شوكولا. موتو هيدا موتو؟ ايه. واو. بعد مرور 10 دقائق بس شوفوا الصبا قد ايه نابغة. شوفوا كيف صار لك شو بروفيشنال. ليك ليك بتقولوا بيشتغل بالشغلة صار له 3 4 سنين. ليك ليك. تشيك. ليك على الكيس من فوق مش انه حتى فتح الكيس. هيدي كبير. تيك ليك 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 سرعه ليك سرعه ليك سرعه. ليك 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 سرعه ليك سرعه. هلا اكيد المحل طلع بخساره اكيد المحل خسره بس انه هو سريع. سفيني شو يا بابي خلصت؟ اه هون هون فينا نغير كيس اذا بدك. اه بعد يساع الكيس. شو يا مارفل خلص الشفت لليوم؟ تعب ايه؟ هولي حسب عليهم عم بحطهم عرفت؟ اخر وحده؟ واو مارفل برافو بابا خلص الشيفت تبعه خلص خلص الشيفت تبعه برافو مارفل برافو سي اموا سي اموا هو بده ينزل يشتري هلا انا هلا انا عملت لكم اللي بدكم اياه هلا انا بدي اشتري نزل اشتري اللي بدك اياه يا بابي نزل اوه شو وقع؟ لا بسيطة الورق كيكي اي ورق وقعت ما كانت البي او اس ماشين كلها؟ طيب صوف شو بتخبرونا؟ اخر حلقة بسلسلة اخر حلقة بسلسلة طلعت بسيطة شو؟ بسيطة الحمد لله اوه الحمد لله ميرسي شكرا اوكي طلعت بسيطة وليك وين صار هون؟ ليك 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 لا 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 اشترى اوكي بسرعه دب الاولاد دب الاولاد وعلى السياره نحن عملنا دب الاولاد وعلى السياره كامله هلا خلص وقت خلص خلص شفت 8 ساعات يلا شو يا مارفل مبسوط مبسوط حبيت التجربه ايه يا قلبي انا طيب سو اذا كان هيدا كان بالسلسله اول فيديو لمارفل عم يعمل كاشير يلا الفيديو اللي بعده رح يكون لفادي شيء كثير شيء كثير حلو فادي عملوا لنا سلسله طويله وبعدين نكون فيها شو لا 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 سربرايز 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 يلا سوبر شوفوا فيديوهاتنا الباقي على القناه بنحبكم كثير بوسات كثير باي